هنالك سؤال يحتج بعض الناس في زيادة التراويح للعشرين بأن عائشة رضي الله عنها تروي سنة عملية ولم تروي سنة قولية، فما الإجابة على ذلك؟ وهل يصح الحديث عن عمر بأنه صلىها 20؟ هذا السؤال يحتاج بقى إلى تراويح بقى. أولا، لم يصح عن عمر بن الخطاب أنه صلى أو صلي في عهده صلاة القيام التي يسميها الخلف بصلاة التراويح ب20 ركعة، ما صح هذا. جاء هناك بعض الروايات لا تسلم واحدة منها من علة قادحة، وعلى العكس من ذلك جاء في موطأ الإمام مالك وبالسند الصحيح أنهم صلوا صلاة القيام 11 ركعة بأمر عمر بن الخطاب. أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب أحد القراء من كبار الصحابة أن يصلي بالناس 11 ركعة. إذن لم يصح عن عمر أنه صلى أو صلي في عهده 20 ركعة، بل صح عنه خلاف ذلك. ثم هذا الذي صح عن عمر بن الخطاب أنه أمر به هو الذي لا يمكن أن يصدر منه خلافه، ذلك لأنه يعلم كما علمت السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى صلاة القيام في رمضان أو في غير رمضان أكثر من 11 ركعة. جاء في صحيح البخاري ومسلم، وهذا يكفيكم عن تلك الروايات التي قلت لكم آنفا إنها لا تخلو عن قادح في علم الحديث، فيكفيكم أن تعرفوا أنه لا شيء منها إطلاقا في الصحيحين. وفي الصحيحين هذا الحديث الآتي ذكره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان في الليل، فأجابت بأسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم يسأل عن شيء فيجيب بأكثر من ذلك، هذا شأن العالم الذي ينضح علما يفيض علما، مش ضروري كل مسألة يوجه إليها سؤال، فهو يقدم الجواب قبل أن يأتيه السؤال، هكذا كان السلف الأول. قالت السيدة عائشة مجيبا للسائل الذي سألها عن قيام الرسول في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولكن اسمعوا، قالت يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذا الذي حدثت به السيدة عائشة لا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان على علم بذلك، لذلك أمر بهديه عليه السلام أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة.